إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس تقدم أنوار. أنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج الجامعة الإذاعي أنوار، والذي يلتقيكم كل أسبوع لينقل لكم أبرز الفعاليات والأنشطة العلمية والبحثية والطلابية في جامعة السلطان قابوس. في هذه الحلقة، الجامعة تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب، انطلاق كأس عمادة شؤون الطلبة للعمل التطوعي في نسخته الثانية، الجامعة تناقش إدارة الأزمات الاقتصادية. معكم في الإعداد مروة بنت حمد أنبو سعيدية، ترافقكم في التقديم نايلة بنت ناصر البلوشية، وفي الإخراج منى بنت سالم المسلمية. نتحدى الصعاب وسهر الليالي في سبيل مجدك. لا 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 نبالي. أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ معكم بمجموعة من الأخبار. تستعد الجامعة لإطلاق برنامج نقطة تحول، والذي تنظمه جماعة الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع مؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويسعى البرنامج إلى تشجيع ودعم الطلبة المبدعين والمبتكرين لجعل أفكارهم تطبق على أرض الواقع ودعمها حتى تصبح منتجات ذات قيمة اقتصادية. ويشترط للاشتراك في البرنامج أن يبلغ عدد أعضاء الفريق المشارك من 3 إلى 5 أشخاص، وأن يكون الاشتراك بفكرة واحدة قابلة للتطبيق، ولا تكون ملكا لمؤسسة ما ينتمي لها المبتكر. كما يمكن للمشاركين تقديم فكرة سبق المشاركة بها داخليا أو خارجيا. نظمت جماعة أصدقاء المجتمع في الجامعة حملة بعنوان لمجتمعي علي حق، بحضور عدد من الإعلاميين والناشطين اجتماعيا. وضمن هذه الحملة أقيم معرض ضم عدة أركان، وهي ركن آثار التواصل الاجتماعي، وركن قضايا الأطفال والقراءة، بالإضافة إلى ركن حياة بلا هدف، وذلك بمشاركة العديد من الشركات الشبابية. ويأتي الهدف من هذه الحملة من أجل مناقشة عدة قضايا اجتماعية منتشرة بين أفراد المجتمع وإيجاد الحلول المناسبة لها. تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع، انطلقت في الجامعة فعاليات كأس عمادة شؤون الطلبة للعمل التطوعي في نسخته الثانية، لتعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي بين طلبة الجامعة.
للحديث أكثر عن الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور حمود بن خلفان الحضرمي عميد شؤون الطلبة. دكتور حمود مساء الخير وأهلا بك معنا في أنوار. يا هلا وسهلا، مساء النور بكم وجميع المستمعين إن شاء الله. الله يسلمك دكتور. بداية نتحدث عن هذه المسابقة أو عن كأس عمادة شؤون الطلبة للعمل التطوعي، حدثنا عن هذا الكأس قبل الدخول في تفاصيل النسخة الثانية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية نشير إلى الاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم بالعمل التطوعي، وبالتالي بهذا الاهتمام هناك على مستوى السلطنة هناك مسابقة اسمها مسابقة السلطان قابوس للأعمال التطوعية. وبما أن هذا الاهتمام أيضا حبينا أن تكون جامعة السلطان قابوس لها أيضا دور بارز في العمل التطوعي، فتم يعني إنشاء كأس عمادة شؤون الطلبة للعمل التطوعي الطلابي. نعم. هل يركز على الأعمال الفردية أم الأعمال الجماعية؟ هناك ثلاث أنواع من الأعمال، هي على المستوى عمادة شؤون الطلبة والجماعات بها، وأيضا على مستوى الجماعات الطلابية بالكليات، وهناك أيضا جماعي، وفي أيضا على المستوى الفردي إن أي طالب عنده أي فكرة إن يكون يتقدم بها للمسابقة في هذا الكأس. نعم. وهي في جماعية وفي فردية. نعم. هل هناك شروط يجب أن تتوافر في المشاريع المتقدمة للمسابقة؟ نعم، هي بصراحة لا توجد شروط، وإنما فقط حاجات بسيطة. يعني أن يكون المقدم العمل طالبا مقيدا بالجامعة، وأن تكون الفكرة للعمل التطوعي هذا أنها تعبر عن احتياج مجتمع الجامعة نفسه، وأيضا يتطلب وجود مشرف للعمل التطوعي وهكذا، فهي أشياء بسيطة أو عامة. نعم. وكيف يتم التقييم ومن يقيم أيضا المشاريع؟ نعم، هناك ثلاث لجان موجودة بهذا الكأس أو بهذه المسابقة، هي لجنة التحكيم ولجنة الإعلام والعلاقات العامة، وأيضا هناك لجنة ثانية لجنة الفرز. طبعا احنا أعلننا عن المسابقة الأسبوع الماضي اللي هي كانت يعني في نفس اليوم اللي يسمى اليوم العالمي للتطوع، كان 5 ديسمبر. في نفس اليوم احنا أعلننا عن المسابقة هذه، وفيها تمر على مراحل. بعد التدشين راح أعلنها داخل الجامعة لجميع الطلبة، وراح يكون في يوم لتسليم الأعمال. من بعد تسليم الأعمال راح يكون إن شاء الله بيكون في أبريل 2018. بعد تسليم الأعمال تروح إلى لجنة الفرز، لجنة الفرز راح تفرز الأعمال على حسب الشروط، ومن ثم تذهب إلى لجنة التحكيم. لجنة التحكيم إحنا عملناها طبعا بمشاركة من كلية الآداب قسم الاجتماع، يعني أعضاء أكاديميين يعني عندهم بتطوع وبالعمل الاجتماعي في التدريس الأكاديمي، وهم راح يكونوا أعضاء فيها لجنة التحكيم، وهم راح يقيموا هذه الأعمال. نعم، لأنهم خبراء في هذا الشأن. نعم. ومتى ستعلن نتائج دكتور حمود؟ إن شاء الله النتائج على أساس أن تكون نحاول أن تكون في نفس اليوم احتفال بيوم الجامعة اللي هو يكون في الثاني من مايو 2018. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. هل في مبادرات كذا تطوعية ممكن تطلعنا عليها دشنها الشباب في جامعة سلطان قابوس؟ نعم، هنا في الماضي في السنة الأكاديمية الماضية هناك بعض المبادرات كانت جميلة جدا، من ضمنها كانت تبرع بالدم. كما تعلمون مستشفى جامعة سلطان قابوس وبالأحرى بنك الدم يعاني من نقص شديد من يعني من الدم للأخوة هناك في المستشفى، فكانت مبادرات من الجماعات الطلابية بالتبرع، وكانت أيضا مسابقة من اللي هو الجماعة اللي تتبرع بالدم أكثر، وهذا كله في النهاية عمل تطوعي خالص يخدم المستشفى، يخدم بنك الدم. في مثلا موضوع آخر، مثلا عملية إن في سكنات الطالبات في مجموعة إنهم بتقنين الغذاء، يعني عدم الأكل الكثير، وسميه كان خبزة، فيعني كانوا يجمعوا الخبز وممكن يعطوه إلى مبادرات إلى الخارج. نعم. فهناك أعمال تطوعية ممتازة
تدعو إلى حب المجتمع داخل الجامعة وتدعوهم إلى الأعمال هذه في الريادة إليها. نعم نعم. إن شاء الله يعني نتمنى أن هذه المسابقة هكذا تشعل شرارة التطوع في نفوس الطلاب والطالبات بجامعة سلطان قابوس، وهم مهيئين يعني الطلاب يعني يكونوا متحلين بوعي، يساعدون بعضهم بعض في الجامعة، يحاولون أن يخدمون أيضا المجتمع خارج الجامعة، فنتمنى إن شاء الله تسقلهم هذه المسابقة. إن شاء الله نحن نتمنى أيضا من جميع الطلبة بالجامعة سلطان قابوس أنهم يبادروا ب مثل هذه المبادرات، لأنها فعلا ترسخ ثقافة العمل التطوعي ويعني وأيضا ترفع من مستوى الجودة الأفكار والمشاريع بالفعل الطلابية، وأيضا تعزيز روح التنافس البناء لخدمة المجتمع الجامعي. نعم. إن شاء الله هذه المبادرات لها يكون لها دور بارز في توعية المجتمع العماني وتمعية المجتمع داخل الجامعة سلطان قابوس. نعم. كل الشكر لجهودكم الدكتور حمود بن خلفان الحضرمي عميد شؤون الطلبة، شكرا جزيلا لك على هذه الوقفة السريعة حول فعاليات كأس عمادة شؤون الطلبة للعمل التطوعي. جزاكم الله خير وشكرا جزيلا على التواصل. الله يسلمك، تسلم، مع السلامة. مرحى مرحى جامعة العتيدة، مرحى مرحى جامعة العتيدة، يدك دوما بالعلم مديدا، يدك دوما بالعلم مديدا. ينظم مركز البحوث الإنسانية اليوم حلقة نقاشية بعنوان إدارة الأزمات الاقتصادية، تسعى إلى مناقشة الأساليب الحديثة المتبعة لإدارة الأزمات الاقتصادية وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتنبؤ بالأزمات الاقتصادية والمالية. للحديث أكثر عن الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور ناصر بن راشد المعولي، مدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس. دكتور ناصر، مساء الخير وأهلا بك معنا في أنوار. مساء الخير الأستاذ نعلي، بارك الله فيك. الله يسلمك دكتور. بداية نقف معك عند مفهوم الأزمة الاقتصادية. في البداية شكرا على الاستضافة الكريمة في هذا البرنامج المميز، وأود في الحقيقة في البداية أيضا أشير إلى أن الأزمات الاقتصادية بأنواعها المختلفة هي رافقت الإنسان منذ مقدم على هذه الأرض، وبالتالي هذه الأزمات في الواقع تعد ظاهرة متلازمة للنشاط الاقتصادي منذ القدم. وهذه الأزمات أيضا في نفس الوقت هي يعني في الواقع هي جزء من الدورة الاقتصادية الاعتيادية. أي مجتمع اليوم كما تعرفي الأستاذة نايلة يمر بمراحل من الازدهار والانكماش، وهذا واضح أيضا من قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. نعم. على الاقتصاد المصري آنذاك عندما شهد دورة اقتصادية مدتها 7 سنوات من الخصب، عقبتها فيما بعد 7 سنوات عجاب. ولكن الجديد اليوم في الأزمات الاقتصادية أنه هناك تغير المشهد، الأزمات الاقتصادية فأصبح أكثر عمقا، وأصبح الأزمات أكثر تعقيدا، وأصبحت أكثر تشابكا من الأزمات في السابق. وربما هذا يعود في الواقع للثورات الصناعية المتلاحقة. نعم. والمتغيرات الجيوسياسية المتسارعة
وأيضا هناك بروز التقنيات التكنولوجية المتجددة والأحداث الجو الاقتصادية المتتالية، كل هذه حقيقة أدت إلى تغيير مشهد الأزمات الاقتصادية. الأزمة بشكل عام هو تعرف بشكل مبسط عبارة عن اضطراب مفاجئ يحدث يصيب أي نظام اقتصادي نتيجة لاختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وفي الغالب ما ينتج عن هذا الاختلال نقص حاد في السيولة، وأحيانا يكون هناك أيضا انحسار في التمويل والتأمين المصرفي، وأيضا انخفاض في معدلات الاستهلاك وانخفاض في معدلات الإنفاق والادخار، وأيضا يصاحب هذه التغيرات طبعا هناك ارتفاع في معدلات البحث عن العمل وغيرها من الآثار الاقتصادية للأزمات الاقتصادية. نعم نعم. طيب هذه الحلقة النقاشية التي تنظم في الجامعة إدارة الأزمات الاقتصادية، حدثنا عنها دكتور ناصر، من المحاضرين فيها وكيف سيتم الاستفادة منهم؟ الهدف الرئيسي من الحلقة النقاشية في الواقع هو مناقشة الأساليب الحديثة المتبعة لإدارة الأزمات، وكيف يمكن اتخاذ التدابير الوقائية، وكيف يمكن التنبؤ بهذه الأزمات، وبالتالي الحلقة النقاشية تتطلع طبعا أن تحقق للمشاركين والحضور والقيادات أيضا العاملة في مجال إدارة الأزمات الاقتصادية أن تكون هناك فرصة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والاطلاع على المستجدات الحديثة في إدارة الأزمات الاقتصادية. طبعا الحلقة النقاشية كانت تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بالمنصور الأحسني وزير الإعلام، ومتحدثين المكرم دكتور سعيد المبارك المحرمي عضو مجلس الدولة وأستاذ في المالية قسطن قابوس، وسعادة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياط العام للدولة، وسعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير وزارة الزراعة وكيل عفوا وزارة الزراعة والثروة السمكية والأستاذ الفاضل حسين جواد اللواتي رئيس مجلس إدارة WGTAL، وأيضا الحلقة النقاشية تحت إدارة الأستاذ والإعلامي والخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. هل في نتائج متوقعة من هذه الحلقة دكتور ناصر؟ بلا شك النتائج هي تنبثق من الأهداف التي رسمت لهذه الحلقة النقاشية، فالحلقة هي فرصة للنقاش والحوار وأيضا للوصول إلى قناعات مفيدة تمكن صناع القرار والحضور والقيادات العاملة في هذا المجال من التغلب على التحديات والاقتصادية الحالية وتحويلها في الواقع إلى فرص. الحلقة النقاشية بلا شك ستكون هناك لها نتائج يعني مفيدة، منها على سبيل المثال وليس الحصر وتعميق مفاهيم تتعلق بأسباب ومسببات وسمات الأزمات الاقتصادية. أيضا الحلقة ستتعرف بشكل أوسع وبشكل علمي على كيف يمكن تنبؤ المبكر للأزمات الاقتصادية. نحن ما نتحدث فقط عن كيفية معالجة الأزمات الاقتصادية بقدر أيضا نحتاج أن نعرف كيف يمكن تنبؤ في المستقبل التنبؤ المبكر لهذه الأزمات الاقتصادية. أيضا الحلقة بلا شك تناقش سياسات وتصورات مستقبلية لإدارة هذه الأزمات الاقتصادية، وأيضا تتعرض الحلقة للنقاش ما هو الدور المنتظر سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو حتى الأفراد، كيفية التعاطي وكيفية التعامل في 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 إدارة وفي أوقات الأزمات الاقتصادية. أيضا الحلقة بلا شك ناقشت التجارب والممارسات الدولية الناجحة وكيف يمكن تستفيد السلطان من هذه التجارب الدولية الناجحة. إذا سمحت فقط أنا أتعرض على المحاور للحلقة النقاشية. هناك في ثلاث محاور رئيسية للحلقة والتي تتمحور جميعها حول مفهوم الأزمات الاقتصادية وحاول التطرق إلى الأساليب الحديثة لإدارة الأزمات. المحور الأول يتحدث عن ما هو الإطار المفاهيم العام للأزمات الاقتصادية وملامح الأزمة الاقتصادية في التي مرت عليها السلطنة في المرحلة السابقة، وكيف السلطنة قدرت بقدر تجاوز الأزمات الاقتصادية في الأوقات الماضية. أيضا المحور الثاني يتحدث عن البرامج والسياسات والأدوار المطلوبة للتعامل مع هذه الأزمات سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص والمجتمع المدني. التعامل هذا فقط ليس أثناء الأزمة بل أيضا قبل وأثناء وبعد الأزمات الاقتصادية. أما المحور الثالث والأخير كان حول التجارب والممارسات الدولية الناجحة وما هي السيناريوز أو السيناريوهات المختلفة
لكيفية التنبؤ بالأزمات الاقتصادية والتعامل معها بين الأصناف هذا. نعم، محاور يعني تتكئ فعلا على مفاصل موضوع الأزمة الاقتصادية. إن شاء الله نتمنى أن يتخطى الاقتصاد العماني كل المؤثرات التي تؤثر في جراء يعني ما يمر به العالم من انخفاض في أسعار النفط. شكرا جزيلا لك الدكتور ناصر بن راشد المعولي، مدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات قادمة حول مناشط مركز البحوث الإنسانية في الجامعة. شكرا للأستاذة نايلة وشكرا للمستمعين الكرام، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله، شكرا لك، تسلم. شكرا، مع السلامة. شارك الدكتور سلمان بن عامر الحجري من كلية التربية في الملتقى الدولي طبقات 2 والذي يقام في مملكة البحرين الشقيقة، وقدم خلال الملتقى محاضرة بعنوان تحفيز التفكير الإبداعي من خلال الفون آرت والفنان الناشئ. ويضم الملتقى معرضا للأعمال الطلابية ومجموعة من المحاضرات والحلقات التي تقدمها نخبة من المتخصصين في الفنون والتصميم والإعلام الرقمي من عدة بلدان، ويهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين. يمكنكم متابعة المزيد عن الجامعة عبر الموقع الإلكتروني www.squ.edu.om. شاركت جامعة السلطان قابوس ممثلة بدائرة النشر العلمي والتواصل بعمادة البحث العلمي مؤخرا في معرض الدوحة الدولي للكتاب، وجاءت المشاركة من منطلق الحرص على استثمار المحافل والتظاهرات الثقافية المحلية والدولية سنويا لتسويق الناتج العلمي والثقافي والأدبي للجامعة. للحديث أكثر عن الموضوع معنا الأستاذ يحيى بن سعيد الحجي، رئيس قسم النشر العلمي. أستاذ يحيى، مساء الخير وأهلا بك معنا في أنوار. أهلا وسهلا فيكم أستاذ نايلة. الله يسلمك. الله يبارك فيكم إن شاء الله. أستاذ يحيى، بداية نتحدث عن مشاركة الجامعة في معرض الدوحة، في ماذا تمثلت هذه المشاركة؟ نعم، بالفعل شاركت جامعة السلطان قابوس ممثلة في دائرة النشر العلمي والتواصل في فعاليات وأنشطة معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 28 خلال الفترة من 29 من نوفمبر وحتى 5 ديسمبر الجاري. إذ تحرص الجامعة المشاركة في مثل هذه المعارض والمحافل الثقافية سواء كانت المحلية أو الدولية، حيث أن هذه التظاهرات الثقافية تستقطب العديد من المكتبات ودور النشر والمهتمين بالجانب الثقافي والأدبي من داخل وخارج الوطن العربي، حيث جاءت مشاركة الجامعة في معرض الدوحة الدولي للكتاب من خلال عرض ما يقارب 50 إصدار علمي مختلف الجوانب، اشتملت الجوانب العلمية والثقافية وكذلك تاريخ عمان والعلوم الأخرى كالطب والزراعة، إلى جانب أيضا عرض 6 مجالات علمية محكمة تنشر في مختلف كليات الجامعة. نعم، هذه المشاركة الأولى في معرض الدوحة. نعم، تعتبر هي المشاركة الأولى في معرض الدوحة الدولي للكتاب. نعم، هل هناك خطة للمشاركات في معارض أخرى للكتاب؟ بما يخص المشاركات القادمة، ترجمة لرؤية ورسالة دائرة النشر العلمي والتواصل في إبراز الجوانب البحثية والعلمية في مختلف المحافل الثقافية، فبالطبع تحرص الدائرة للتواجد والمشاركة في معارض الكتاب سواء كانت المحلية أو الدولية في الأعوام القادمة بإذن الله. نعم، هل هي مشاركة يعني من باب المشاركة أستاذ يحيى، أم أن يتم بيع يعني بعض منشورات الجامعة؟ هل تم بيع بعض المنشورات؟ هل هناك إقبال أيضا عليها؟ نعم، فيما يخص المشاركة وأهمية المشاركة، تأتي أهمية مشاركة الجامعة في معرض الدوحة الدولي للكتاب هو لإبراز الجهود البحثية والعلمية للمجتمع الخارجي، وكذلك تسويق الإصدارات العلمية وتعريف زوار المعرض بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها مجلس النشر العلمي في مجال نشر الكتب العلمية وكذلك نشر الأوراق العلمية في المجلات المحكمة التابعة للجامعة. أما فيما يخص الإقبال،
أمانة حظي جناح جامعة السلطان قابوس بالإقبال الكبير من قبل زوار المعرض والإشادة الكبيرة من الجمهور بما يحتويه الجناح من كتب قيمة وإصدارات علمية، وتم الاقتناء العديد من إصدارات من قبل زوار الجامعة، على سبيل المثال كتب تخص تاريخ عمان وكتب أيضا تخص جغرافية سلطنة عمان والحياة البرية والبحرية في عمان. جميع المنشورات التي عرضت هي من طباعة يعني أو تمت طباعتها في الجامعة أو من إصدارات الجامعة يعني؟ نعم، هي من إصدارات مجلس النشر العلمي بجامعة السلطان قابوس. نعم ممتاز، يعني أغلبها دراسات ومحاضرات وندوات. هي كتب علمية تصدر من قبل جامعة السلطان قابوس، وكذلك مجلات علمية محكمة تنشر في كليات الجامعة. ممتاز ممتاز. إذن هذه هي المشاركة الأولى لكم في معرض الدوحة يعني للكتاب، وإن شاء الله فعلا نتمنى أن تكون هناك مشاركات قادمة لجامعة السلطان قابوس في كل معارض الكتاب التي تقام في المنطقة. بإذن الله بإذن الله، لنا مشاركات بإذن الله قادمة في الأعوام القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ يحيى بن سعيد الحجي، رئيس قسم النشر العلمي بدائرة النشر العلمي والتواصل بعمادة البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس، وكل التوفيق لكم. شكرا لكم هذه الاستضافة وتسليط الضوء على مشاركة دائرة النشر العلمي والتواصل في معرض الدوحة الدولي للكتاب. الله يسلمك، بارك الله فيكم. تسلم. شكرا تسلم. لكم، مع السلامة. في رملك أشجار نمت في الصحاري، خضراء نضراء وارفة الظلال. في رملك أشجار نمت في الصحاري، خضراء نضراء وارفة الظلال. حدائق الخوض في أبهى الجمال تبهر العيون بالسحر والدلال. حدائق الخوض في أبهى الجمال تبهر العيون بالسحر والدلال. بين الجامعات في آيات الكمال، وبرجك سامق يبدو كالهلال. بين الجامعات في آيات الكمال، وبرجك سامق يبدو كالهلال. عشت 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 يا سلطاننا أسست الجامعة، عشت يا سلطاننا أسست الجامعة. حلم الأجيال لنفسها 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 صانعة. جئنا إليك نطلب المعالي، نطلب العلم والخلق المثالي. نتحدى الصعاب وسهر الليالي في سبيل مجدك. لا 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 نبالي. نهضة عمان أسسها قابوس، نورها سلطاننا 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 قابوس. نهضة عمان أسسها قابوس، نورها سلطاننا 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 قابوس. أرواحنا فداء وكل الجامعة. إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أنوار، وسنلتقيكم يوم الاثنين مع أخبار جديدة عن جامعة السلطان قابوس. هذه تحيات مروى بنت حمد أبو سعيدية في الإعداد، نايلة بنت ناصر البلوشية في التقديم، منى بنت سالم المسلمية في الإخراج، وتحيات دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.